في لقاءاتي الأخيرة بكم عبر التلفزيون وعدتكم والوعد دين أن أحدثكم عن الحسين. انتظروني بعد أيام عيد الأضحى مباشرة في مجموعة جديدة من حلقات برنامج الخاتمة، أحاول فيها أن أعيد معكم قراءة الحسين صلوات الله وسلامه عليه. قطعا لن أحدثكم عن حسين مراجع النجف وكربلاء، ولن أحدثكم عن حسين الأحزاب الشيعية القطبية، إذ أنني أتبرأ جملة وتفصيلا من حسين مراجع النجف وكربلاء ومن حسين الأحزاب الشيعية القطبية. سأحدثكم عن حسين الحجة بن الحسن، عن حسين فاطمة قيمة الدين القائمة، أنت يا من تتهيأ لزيارة الحسين، هل تريد زيارته وأنت عارف بحقه مثلما يريد منا إمام زماننا الحجة بن الحسن أن نزور الحسين عارفين بحقه؟ فهل تريد ذلك؟ انتظرني وتابع البرنامج بدقة متناهية، وأنت يا من تتهيأ لأيام محرم فأيام محرم على الأبواب، هل تريد أن تقوم بخدمة حسينية وأنت عارف بحق الحسين؟ انتظرني إذن وتابع حلقات هذه المجموعة بدقة متناهية، وأنت يا خطيب المنبر، وأنت يا أيها الشاعر ويا أيها الرادود، إذا كنتم تريدون ارتقاء المنبر وأنتم عارفون بحق الحسين، تابعوني، تابعوني وطلقوا حسين مراجع النجف وكربلاء.
واهجروا. حسين الوائلي وحسين الخوئي وحسين السيستاني وحسين الشيرازي وحسين محمد باقر الصدر وحسين حزب الدعوة ومنظمة العمل الإسلامي الشيرازية وسائر الأحزاب الشيعية القطبية. تريدون أن تعرفوا حسين الحجة بن الحسن، حسين فاطمة، تابعوني على هذه الشاشة، على شاشة القمر. إنني أبرأ جملة وتفصيلا من حسين الذي يعرض على الشاشات السيستانية والشاشات الشيرازية وغيرها. لقاؤنا قريبا بعد أيام عيد الأضحى مباشرة. بث مباشر، أوقات البث وأوقات الإعادة ستظهر بين أيديكم على هذه الشاشة. نلتقي قريبا إن شاء الله تعالى، في أمان الله.